السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ فيديو النهارده هكلمكم فيه عن العنايه بالبشره خلال فصل الشتاء. فصل الشتاء يعني الترطيب، فجبت لكم كذا حاجه ليها علاقه بالترطيب، فتابعي معايا وشوفي انا جايبه لكم ايه. اول حاجه عاوزه اكلمك عنها هو الترطيب الشفاف. فانا كنت جربت ده زبده كاكاو تبع بالمرز، حلو قوي، حلوة جدا، بترطب الشفايف حلو. انت ممكن تحطيها قبل النوم او تحطيها الصبح، يعني حطيها اي وقت، هي امنة جدا انك تحطيها الصبح، لان فيها سان سكرين، حتى مكتوب عليها هنا هي سان سكرين، فبتحميكي من اشعة الشمس. هي لونها شفاف مش ملونة، فتحطيها قبل ما تحطي الروج بدقيقتين مثلا او حاجة، ف يعني تحطيها وبعدين تحطي روج فوقيها، فحلوة قوي. انا لما جربتها عجبتني، وفيها كمان فيتامين اي بتفتح لون البشره. فهي دي نصيحتي ليكي في العنايه بالشفايف كزبده كاكاو، انصحك انك تجربيها. هي بتتباع في كفر كده زي ده، وبتتباع في كل الصيدليات وفي السوبر ماركت، فانا انصحك انك تجربيها في الشتاء، هتعجبك قوي. تاني حاجه من الحاجات المهمه اللي انا عاوزه اكلمك عنها النهارده، ترطيب البشرة الوش والايدين. انت لو بشرتك جافة جدا ممكن تستعملي جليسوليد، لان هو تقيل قوي وفي نفس الوقت ما فيهوش لمعة. انا ما بحبش الكريمات خالص اللي فيها لمعة، يعني انا ما بحبش الوش والايدين يبقى فيهم لمعة، بحب يبقى كده مط كده ما فيهوش اي لمعة خالص. ده تقيل جدا وفي نفس الوقت ما فيهوش لمعة، فعشان كده انا بحبه ومش بيصمر يعني كويس. فانت لو بشرتك جافه جدا ايديكي او وشك خلال فصل الشتاء، انا انصحك انك تستخدميه، هيعجبك قوي. لو انت من نوع ايديكي بتعرق من جوه ومثلا بشرتك عاديه او دهنيه، ممكن تجيبي كميل عامل بالظبط زي نيفيا سوفت. بس نيفيا سوفت مشكلته لما انا جبته صمرني، معرفش ليه، يعني ما بقتش بستخدمه. بستخدمه ممكن في حاجات تانية بس مش في وشي خالص. بقيت استخدم ده مثلا لو حسيت ان بشرتي مش جافة قوي، ممكن استخدم. ريحته حلوة وفي نفس الوقت سوفت، وبتشفط البشرة بسرعة. هو اول ما تحطيه في لمعة او ما تحطيه، لكن بعد بالظبط اقل من دقيقة هتلاقي بشرتك عادية مفيهاش لمعة خالص. اخر حاجة هكلمك عنها النهاردة هو ترطيب الجسم في خلال فصل الشتاء. لو انت حابه ترطبي جسمك، لو انت بشره جسمك جافه، انصحك تستخدمي بالمرز، ده هايل، ممتاز فوق الممتاز، تقيل قوي وحلو جدا للبشره، بيرطبها بشكل عالي، وكمان بيفتح البقع وبيسوي لون البشره. لو انت بشرتك فيها بقع او فيها سمار او كده، فده بيساعد ان الحاجات دي تروح. مثلا في برضو الستريتش ماركس برضو هو بيشيلها، فحلو قوي في الموضوع ده. وفي منه مخصوص للحوامل على فكره، فيبقى مرسوم عليه واحده حامل من بره، علشان خاطر الكلف بتاع الحمل والخطوط اللي بتطلع في البطن مثلا لما البطن بتبقى مشدوده. فهي قوي، في كتير قوي شكروا عنه وناس كتير جدا جربته قالوا تحفه وكويس قوي. فانا انصحك انك تجيبيه وتجربيه، لانه عجبني وفعلا بيرطب البشره كويس قوي. فانا انصحك لما تجيبي برضو، في معلومه ما عايزه اقولك عليها، جيبي اللي بيتفتح كده زي ده وبينزل كده زي الكاتشب، ما تجيبيش العامل كده زي ده، لان هو تقيل قوي فمش بيتسحب معي. فجيبي اللي هو زي ده، بيبقى كويس وبيسحب كويس. حتى لو خلاص قرب يخلص ممكن تجيبيه وتحطيه كده على طول، فسهل ان هو ينزل معاكي بسرعه. انا لما جربت فازلين ده بقى، يعني بصراحة ما عجبنيش قوي، ما حسيتش بفرق كبير، يعني حسيته عادي خالص. فيمكن النوع ده مش حلو، فده يعتبر احسن منه بكتير بمراحل. يعني لو انت حابة برضو نوع تاني في الفازلين، في فازلين اللي بالكاكاو ده، ده هايل قوي. ولو بشرتك فيها التهاب او اي حاجة، ده امن جدا وحلو، بيضيع الالتهاب بسرعة. وفعلا انا ما جربته كان جميل. انا جبته صغير كده، حجم صغير، لسببين. اول حاجة قلت يمكن يطلع مش حلو زي ده، فقلت اجربه وشوفه، لا طلع ممتاز وحلو قوي. تاني سبب برضو من الحاجات اللي انا بجيبها حجمها صغير، ان الحاجات دي عشان انا بحط فيها ايديا ممكن تتلوث بسرعة، فلكل ما يبقى حجمها صغير كل ما يبقى احسن. فبس برضو لما تحبي تجيبي حاجات، لو هتجربيها لاول مرة او عجبكي على طول، جيبيه برضو الاحجام الصغيرة، ما تجيبيش الاحجام الكبيرة.
بس كده. هو ده بالنسبة للترطيب للجسم. انا انصحك تستخدمي الاتنين دول سواء ده او ده، حلوين قوي وممتازين بصراحة وهيعجبوكي جدا. في نصيحتين كده عايزه اقولك عنهم في الفيديو ده. اول واحده فيهم، حاولي تاكلي خضره كتير على قد ما تقدري، لان الخضره كتير فيها كولاجين. يعني في فصل الشتاء فيه بيبقى خضره كتير زي الجرجير والنعناع والبقدونس والحاجات دي، بتساعد ان الخطوط اللي حوالين العينين وحوالين الشفايف ما تطلعش. فالحاجات دي بتبقى بتظهر في الوش لما البشره بتبقى جافه، وفي نفس الوقت قله الكولاجين في الجسم. فلما تاكلي خضره كتير هيساعد خالص بشرتك ان هي ما يطلعلهاش الخطوط دي، وهتبقى احسن بكتير. طبعا مع شرب الميه كتير هتفرق جدا الحاجات دي مع بشرتك. تاني حاجه برضو من عايزه اقولها لك، حاولي دايما يعني تقشري بشرتك قبل ما ترطبيها. بس انت لو بشرتك جافه جدا، استني بعد ما بشرتك يعني تطرى شويه بعد ترطيبها بكام يوم قشريها. لكن انت لو بشرتك عاديه او دهنيه قشريها على طول قبل ما ترطبيها. يعني بيبقى بشره جافه، او يعني بيبقى قصدي البشره الدهنيه والعادية بتبقى أبسط في الترطيب عن البشرة الجافة. البشرة الجافة خلي بالك لو انتي قشرتيها وهي جافة ممكن يقلب معاكي بسمار أو التهاب. فما انصحكيش ان انتي تقشري وشك في الشتاء لو انتي بشرتك جافة قوي. فدي برضو نصيحة مهمة كنت عايزة اقولك عليها. فهم دول النصيحتين اللي انا كنت عايزة اقولك عليهم تعمليهم خلال فصل الشتاء. بس كده هو ده فيديو النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم، واتمنى اكون فدتكم وقلت لكم معلومات كويسة. واشوفكم في فيديو تاني قريب، اللي هو الجزء بقى الاخير اللي خاص بالعناية بالشعر خلال فصل الشتاء. فاشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. مع السلامة.